اللهم إنها شربت. الله أكبر. شو بتحركت قلبك لك؟ لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصيل. أنا بغير فيها أنا شوي وتالي بنشوفها. قول إذا كنت نقولهم وياي حتى نحن إن شاء الله ادعوا إلى الله إلى آبائكم وأمهاتكم في هالمقام مثل اليوم ترى الأدعية حق كبير يا إخوان. الأب ما يدعي إلى حق كبير. شوفوا اللي يعرف حق الأبوة شوفوا صاحبها اليوم شو ارتاحن هذا اليوم شلون يعرف حق الأبوة. وشوفوا الأب اللي يعرف حق البنوة اليوم من فرح جنباتك من الصبح إلى هاللحظة انت تقول على الدنيا ما تجمع عيوننا على كل حال. لا هذا دليل الأطالة ودليل الحب العميق ودليل التباني في حولاء أهل البيت. والحمد لله نفسه هذا ابن نخبار رحمه الله هذا الشاعر العراقي الذي هو يشبه ابن فايس البحريني. هو هذا ابن نصار في العراق شبيه ابن فايس في ايامه بالبحرين شبيه المرحوم ايضا للعطية في البحرين والشعراء الذين لهم الاسلوب الخاص اسلوب اليهم الشعر خاص. هذا عند اساليب غريبة تقريبا هو المبتكر وهذا يعني هاي الطريقة مبتكر ما كانت بالعراق سابقا. العراق كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على البوذية حتى الآن سواء كانت أغاني أو أفراح أو أتراح ما تعتمد إلا على البوذية. إجاها هذا ابن نصار ومشاها على قضية الأبياء أبياتهم خب البوذية أنت تعرفها في خطاب علي الأكبر شجون العم خاطب علي الأكبر في الجلة في البوذية ردت لا عارض الدنيا. هذا خطاب الأم الخطاب الأم لعلي الأكبر ردت وين يا ليلى ردت ردك لعرض الدنيا وين ابنك يا ليلى ردك لعرض الدنيا ولا مال ولا مال تحضرني لا وضع حملي ولا مال يا الأكبر خاب تظنوني ولا مال لعند الموت يا ابني قطعت بيا. خلنا نكررها خلنا نكررها حتى نوصل للمصيبة. رتاياك لعرض الدنيا ولا مال بحضرني لا وقع حملي ولا مال يا الأكبر خاب تظنوني ولا مال عند الموت
ابن جفعيت زياد. ابن نصار شنو؟ ابن نصار بعد. ابن نصار يقول الحسين يخاطب ولده مثل ما يخاطب علي بن ابي طالب ولده. شو يقول له؟ يقول له يا ابويا من سمع يمك ونينك، انت مثل بوحده مثل مقطع. يا ابويا من سمع يمك ونينك ومن شبحك لعند الموت عيناك ولا العشرين ما وصلت سنينك وحاسبني عليك الدهر للشاعر. شاهدي انا بهالبيت بهالبيت. يا ابويا من عدل راسك ورجليك ومن يم عيونك وابدل يديك يا نور العين كل سهمين وصليت قطع دربي ولعن بحشاي السلام عليك. نفس نفسك انت بالحرم، ها في الحرم كنك واقف هناك. السلام عليك يا اول قتيل. هو اول واحد، ها اول واحد، اول واحد من هاشمين هو عامل اكبر. السلام عليك يا اول انا الان الجو الجو صدقني صدقني انا الان تمثلت اني انا نقلتك هنا في كربلاء. رحنا جميع الان كاننا كل تحت قبة الحسين. ها
تسمع أصوات أخوتك إذا ضميت وياه. السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. لست أنساك ما إلى وللكافرين قائلا أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علي والله لا يحكم في نجم الزعيم هذا ولئلا تنظر وجه الحسين فمرآتها إلى المعركة هو وجه الحسين فبينما الحسين متهلل وجهه فرحان وإذا به قد تغير لونه التفتت إليه قائلة أبا عبد الله أرى وجهك قد تغير قال يا ليلى لقد برز إلى ولدك من يخاف عليه من قالت ما الحيلة أبا عبد الله ما الحيلة وهو في المعركة وأنا واقفة وأمحيه وأمرأة ضعيفة قال عليك أن تدخلي خدرك وترفعي يديك وتدعي لولدك ودخلت الخيمة الغريبة ودخلت الخيمة الغريبة وتوسلت للرب الحبيبة والحسين وش ما مصيبة يا رب يسلم يا راد يا راد يوسف عم بيته يحضر ومسكت بيته ريبك على سالم فجاب الله دعاها لكي يقول سلام ثلاث مرات رأس حب رأس عين وأبي في أم رأس ثلاث مرات وين هالثلاث مرات وين هالثلاث مرات أولا عند وداع أي وحدة عند وداع ليلة أكبر ولو كان مصيبة مرة عليه صبح نساء لكن أنا نبتهك على بعض الأشياء عندما المودعين دائما الحسين المودعين يودعهم من الخيام من الخيام الحسين يودع مودعين اللي يمشون المعركه سلاما سلاما سلام ملاح وسلام فراق ها سلاما سلام وداع وسلام فراق سلام الفراق يا رب العالمين في المعركة إذا وقع القتيل ينادي عليك هذا على سلام الفراق سلام الفراق هذا الحسين ما سمع الحسين ما سمع لأن مشى ويا ولده يوم المودع أخذ الشيخ جعفر السبتي رحمه الله يقول هو الرواية يقول كل المودعين يودعهم من الخيام إلا علي الأكبر الأكبر ما ودعهم علي الأكبر أنا أنزل وياه علي الأكبر ودعه الحسين في المعركة ودعه
بأي صورة وجعها؟ عرفنا يا شيخ جعفر كيف وجعها؟ قال لا تطاوعني فكرتي هناك تكبر عندي فكرة وجعها جاي وجعها فكرتي هناك تكبر قل كيف وجعه الحسين؟ كيف؟ قال يدم على سد الفرج واليد الثانية على كلمته وهو يقول يا عمر ابن الله قطعت رحمي قطع الله رحمك وذبحت على فراشك عاجلا يقول ودعه بهالصورة ودعه في المعركة ودعه في المعركة زين هذه واحدة في المرة الثانية لما عاد علي الأكبر في الحملة الأولى وقد انتصر على عدو الله ويطلب الجائزة من الحسين شو يقول له؟ يقول له يا أبويا زبرة المية الشركة ها؟ يا أبويا شفت عندي؟ يا أبويا قطرة مياه شبكي اتجوى ورد للميدان يا بويا انصب رجومي وحددت العرش والشبك والميدان والحر جاب الحسين جاي يقول له بدون جيب الماء التفتت لسكين في المهم التفتت لسكين قالت لأبا أليس هذا علي الأكبر؟ قال بلى يا بني هذه الرواية أيضا عن الشيخ جعفر أليس هذا ولدك علي الأكبر؟ قال يا بني نعم هذا ولدي علي الأكبر أليس هو الذي خلط منك العرق من سارية المسجد في غير أوانه فأوجدته له مو هذا مو هذا من الآن جاء يطلب منك تفرش ماء مو هذا هو هذا الذي أعطيته العنت من غير أوانه قال نعم قال نعم هذا علي الأكبر وهذا الذي أعطيته العنت بمشارية المسجد في غير أوانه قالت إذن يطلب منك قطرة ماء ألا تستطيع أن تسقيه الماء قال بلى يا بني أستطيع أن أسقيه الماء أخذ بيدها أخذ بيدها مضى بها وراء الخيام والرمح بيده فركز الرمح في الأرض ونبع الماء من تحت الرمح وقال يا بني اشربي إن كنت تريدين الماء إن كنت تريدين الماء فاشرب الماء لما أرادت أن تشرب التفت إليها قالت قال لها سكينة أتشربين وتلمع شيعتنا؟ لذلك شيعتك يا أبا عبد الله لذلك شيعتك ها هو مقام عندك وأنت تنادي على عبد الله الملتزم بقضاء حوائج بينه بينه وبين الحسين هو علي الأكبر ولما قتل علي الأكبر في المعركة ولما قتل علي الأكبر في المعركة وسمع الهاشميون كلام الحسين عليه السلام عندما وقف عليه مناديا بذلك العنوان قائلا بني علي قتلوك ومن شرب الماء منعوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك على الدنيا بعدك العفا تراجع الهاشميون كلهم راحوا كلهم ما نصفوا ابو الفضل عباس وباقي الهاشميين تراجع كان وصلوا قالوا لا يخفف عنه هذا العلم الا زينب عظم الله اجوركم جاءوا خلف الخيام
زينب كانت جالسة تحلل الحليب لأنه مريض. سمعت وضعها في حكسة السلاح خلف الخيمة، قالت منادية بني حليب من المقتول منكم؟ بني حليب من المقتول منكم؟ لم يجبها أحد. هذا الثالث يقول العليم المقتول منكم، واذا بأبي الفر يقول عظم الله لك الاجر، المقتول هو علي الاكبر، عظم الله وجوهكم. يقول حميد بن بشر كنت واقف انظر الى قيم الحسين، واذا بامرأة قد خرجت من القيام